أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. أخ يا ابن الصرامي، ولك يا زفت، بدك تم نايم طول النهار، صار الظهر. ما بدك ترد؟ أنا بعرف شو أخليك ترد، طريقة واحدة ما في غيرها. مليلة، ما حدا قرب، ما حدا قرب. مليلة، شلوني معاك؟ ما بتجي غير بهذا الأسلوب، تعودت عليه أنت خلاص. ورقش في قلبي، ورقش في، ولك حتى أنا نايم ما بخلص من بابوجك. قوم اعمل لك شي شغلة نستفيد منك أحسن ما لك أقضي طول نهارك نو. أنت نسيان إن اليوم عطلتي يعني؟ بعد إذنك يعني أعمل، بس إيش هالإنجاز اللي رح أعمل لك إياه؟ قوم انزل عند انت حسين، قلها بتسلم عليك امي وبتقلك اعطيني كركم للفطور. يلا يعني هلا دخلتي علي مثل المخابرات ونزعتيني نومتي وضربتيني كل هالكرمال هيك؟ روحي بعتي خدوج ولا مجوني، ما في غيري يعني. بدك تقوم اللي استعمل معك فرد التانية موجودة؟ ها لا خلاص خلاص، قمت قمت، روحي انت روحي. يلا بسرعة بسرعة، ها بسرعة. راحت 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 على هالعيشة هاي. لحظة، اول شيء شكرا كثير 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 لتفاعلكم معي حبايب، عن جد انا ما كنت متوقع كل هالتفاعل رح يصير معي. شكرا كثير لمحبتكم حبايب قلبي كلياتكم. بدي منكم هلا كلياتكم عم شوف الفيديو، يشوف الفيديو للاخير، يشترك بالقناه، يفعل زر الجرس، ويشارك الفيديو بكل مواقع التواصل السوشيال ميديا، يعني فيسبوك، انستغرام، تيك توك، واتساب، اي مكان حابب تشارك فيه شارك فيه، حتى تكبر عائلتنا اكثر واكثر، وعائلتنا عم تكبر اكثر واكثر حمد رب العالمين، حتى نوصل ل 400,000 باسرع وقت. فكل حدا عم يشوف الفيديو هلا اشترك بالقناه وفعل زر الجرس وشارك القناه بكل مكان حتى نوصل لاكبر عدد ممكن. وتاريخكم تحت بصندوق الوصف، تحت بصندوق الوصف ادخلوا ضروري، بتلاقوا رابط حسابي الانستا، ادخلوا تابعوني على حسابي على الانستا كمان، عم نعمل عم ننزل ستوريات كثير حلوه كمان. وليك فين الامر بتجي؟ تفضلوا يا ميت السلامة، اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ايش هالصوت هي؟ لك عم بقول لهم تفضلوا، مين هدول بدي يتفضلوا؟ يا ميت اهلا وسهلا، ان شاء الله شرفتونا يا ميت السلامة. انت حسين وابو تحسين فرد ضربة؟ بالمأهل تقبريني بالمأهل، مع اني تفاجأت وقت اجا ابنك وقالنا انك عزمتينا. انا قلت بيني وبين حالي هاي بخيلة وايدها ماسكة، بعمرها ما عزمت حدا، شلون صار وعزمتنا؟ بعدين قلت كمان بيني وبين حالي احسن ما اطبخ، نجي ونفطر عندك. عزمتك؟ اخ يا ابن الصرامي بهدلتنا، يبليك بقطعك. شبك امي؟ ايش في؟ وايش بطبخ لك يا ام عبادة؟ ما قلتينا. الله يستر عليكي، استعجلينا بالاكل ولا تعوقي، لانه عصافير بطني عم بتزقزق من الجوع. الله يستريك. ايه لك لك تكرم عيونك، رح استعجل ولو. عبادة تعا شوي على المطبخ، بدي اياك تعا شوي. لا لا ما رح اجي ما رح اجي، مشغول مشغول كثير، عندي شغل اليوم، شغله فوق راسي ماني فاضي اعمل. تعا مثل بني ادم على المطبخ مشان ما امسح بكرامتك الارض. ولك ايش عملت ايش عملت؟ بس فهميني، روحي خلاص روحي بهدلتينا. بسرعة عن اذنكم يا جماعة، اذنك معك تقبريني. سو كنا غدا اليوم. شبك امي؟ ليش معصبه؟ ولك انت ايش عملت؟ الله يوفقك، شكيتك لواحد احد. ولك ليش جبت انت حسين وجوزها لعنا على البيت؟ بتمو انت جيتي قلتي لي روح الا لعم تحسين، امي عزمتكم كلكم على الفطور. خرب بيتك، انا قلت لك قلت لهم امي عزمتكم على الفطور، ولك انا قلت لك الا امي بتقول لك اعطيني كركم للفطور، كركم. رحت قلت لها امي عزمتكم على الفطور، لك ايش عملت انت ايش عملت؟ نعم والله اذا ابوك بدرا اليوم يطلقني، اليوم انا رح اطلق ما في مجال اصلا. ولك ما لي طبخه شيء، ايش بدي احط لهم ياكلوا؟ ايش نعمل امي؟ ايش نعمل؟ نعمل نوتشي، نعمل نوتشي على غرفتك، بس اخلص هاي المصيبه رح اعرف اتفاهم معك على السوا. انقلع. قولي 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 قولي، قربت جيتو لاب عبادة، لك ايش بدي اقول له هلا؟ لك شلون بدي افتح معه الموضوع؟ قولي يا ربي دخيلك، قولي قولي. ايش ايش انا رح اطلق، اليوم رح يطلقني مثل ما جاء، اليوم رح يطلقني. قولي اهلين ابو عبادة، تفضل تفضل. لك هذا بيتي انا مخربت انا، لك والله دخلت باب بيتي هاد. يا ميت سلامة، والله يا ميت سلامة. اوف شكلك كنه تعبان ابو عبادة، وين كنتك؟ يعني وين بدي اكون مثلا؟ هاي جيتي من الشغل، جاي اتغدى. ايها ايها بتعرف تشتغل؟ مامتي ابو تحسين الله وكيلك كبر وختر، ما بيطلع بايده شي طويل. اي والله صدقتي،
ابو عبادة لساته شاب طلع البركة واقف على اجري ما فيه نكشتك ما بمرض يا زلمة. اجري اجري الله يوفقكم يخرب بيتكم. قولك هدول جابون لعنا احكي. والله 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 هاد ابنك القديش مو انا رحت بعدته عن ام تحسين قلت له قال امي بتقلك عندك كركم للفطور. ابو القديش راح قال له قال امي عزبتكم كلكم على الفطور. شو اوف يا ام تحسين عجب قرتك ام عبادة اشوفكم عم تطبخ لنا هلا رح بتكون هلا عم تعمل طبخ بشحي. بعدين ام عبادة معروفة عنا بحلب ست بيت شاطرة والناس كلياتهم بتمنوا ياكلوا من تحت ايديها هلا بتشوف. سمعت؟ ما قلت لك يا ميت اهلا وسهلا والله شرفتونا. لو تعرفي ايش قد مبسوطة بشوفتك انا ام تحسين شرفتونا والله. قولك صعيم ما سألتك صار لي حصة بيركة عندك وما شفتوا لابنك هذا الصغير مجودة وينه؟ مين؟ مجودة؟ مرضان مرض تعبان كثير عبموت عبموت لا 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 زعلتيني عليه الله يشفيه. وخدوج وين ركان؟ خدوش كمان خدوش كمان مرضاني عم تموت عم تحنا كلياتنا عم نموت عم نموت الله الله. يا ام عبادة أدى العصر وما خلص الأكل كل هذا والله جعنا. إيه والله معك حق أدى العصر. أنا برأيي نشرب شي بارد نهضم فيه بعدين ناكل ايش رايكم؟ خدوج جيبي شي يشربوا جيبي شي يتزهرة مو جيبي شي يشربوا عصير بارد جيبي. ها ليك البنت ما في شي وافي على اجريها سيوتيدي اياها عم تموت. يا ولاد الصرامي قومي ولك قومي خذوا جوزك ونرعي لبرا قومي خذوا جوزك ونرعي لبرا عم تصيبوا بالعين يخرب بيتك كسحت اياها البنت. وراح شبكهم اهدي يا ام عبادة اهدي شبك معصبين ايش بعرفني عم بتقلعنا من بيتك وناس بهدله فينا صار لساعة عم بتزلنا كرمال عزيمه عزبتنا اياها. بعدين انت يا ابو عبادة شاب وحليوه كويس ما لقيت تتجوز غير هالمحوره. راسي شردني عيني وريد اغيركم انا محوره يا بنت الصرامي امنعي يا برا ولك خذي جوزك ونعي لبرا يخرب بيتكم من حالكم بتكون تتهرب من السحب تحتك المضافه لانه انا سمو هار البخاري ان شاء الله نعي ولك نعي جوزك لبرا عيني يا حرمه يعني ما بدنا ناكل انه لو لبرا يخرب بيتكم من حالكم بك الساعه واقف عم طلع علي بده ياكل للساعه لبرا لبرا ولا عاد فاضيين وجهك طاول ام تحسين طاول يخرب بيتك من حالك بعليش قولي قولي انا ايش عملت بحالي؟ قولك انا ايش عملت بحالي شو بدي افك حالي مني؟ يوم عندكم لا تعذبوا حالكم انا بخدمكم هالخدمه هي